يلا يا شيماء، what is the meaning of multiple of any number؟ نضربها في الأعداد، مثلا 3 ضرب 1، 3 ضرب 2 ضرب 3، اوكي نوجدها للضرب للعدد. اوكي lowest common multiple. خلينا نسأل علي عشان مهند ما كانش معانا المرة اللي فاتت. علي ال lowest اتفضل. common multiple هو الأقل رقم من ال يعني أقل رقم ال يعني I don't know how to explain it. أقل اكسبلين انجلش. multiple لمثلا الرقم اللي أنت بتحاول تلاقي ال multiples بتاعته. اوكي عبد الرحمن، ممكن تديسكرايب يعني بطريقة تانية؟ هو سؤال صح بس انت ممكن تقول بطريقة تانية. هو احنا بنجيب lowest common factor، اللي هو بنجيب اقل common factor او اول common factor بنلاقيه في الرقمين. يعني لو عندي رقمين بعمل لهم مالتيبل الأول ايوه، وبعدين واول common factor يجي قدامنا بنختاره. هو مش كومن فاكتور، كومن مالتيبل الفاكتور لسه. او ما هي common factor. أوكي جنى، ممكن تقولي لي ازاي بعمل الفاكتورز لاني نمبر زي ما عملنا امبارح؟ Sorry, I didn't hear. How can we do a factorization to any integers? Okay, we get like what times what gives me that number, and then put these two. Like for example, not the factors of 8. For example, if you make 4 times 2, you get 8. So both 4 and 2 are factors of 8, and any number has 1 in itself as a factor. Perfect. Thank you. Guys, please try to open your camera. Please, please open your cameras. Okay, Omar, can you tell me what is the meaning of highest common factor, HCF? Highest common factor. What is the meaning of highest common factor? Jana said the definition of common factor. We need to know. Or the factorization. We need to know what is the meaning of highest common factor. The highest common factor is the like Take your like time. the لازم نعمل ريفيو على دول قبل ما نبدأ. مين يعرف؟ علي وشيماء وعبد الرحمن. ماشي، انت جاوبته قبل كده. خلينا نشوف جديد. اوكي خلينا اشرح لهم اللي حاضر جديد. امبارح اخدنا حاجه اسمها المالتيبل. المالتيبل say for example في الفور، المالتيبل اوف فور بعمل multiplication للفور في 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7. يعني المالتيبل للفور هتبقى الفور والايت وال12 وال16 وال20 و24 و28 و32. لل8 for example، لو عايز اجيب المالتيبل لل8 هتبقى 8 multiple by 1، خلي هنا 4 كمان في الاول. المالتيبل لل8 هتبقى 8 16 24 32 40 48 and so on.
لو انا عايز اجيب اللوست كومن مالتيبل للتو نمبرز دول الفور والايت، لازم اجيب المالتيبل الاول وبعدين اجيب اللوست كومن مالتيبل، اول رقم هيتقابل معايا. ممكن تشوفوا، ممكن تكتبوا في الشات ايه اللوست كومن مالتيبل للتو نمبرز دول. انا بعمل ريفيو بس اللي اخدناه امبارح عشان الناس اللي لسه حاضره جديد. على مهلكم، انا اشوف كل اللي جابه. برافو عليك، هو الايت. لما ادور على اللوست كومن مالتيبل لازم اعمل المالتيبل الاول، يعني هاخد النمبر وامالتيبل في 1 في 2 في 3 في 4 في 5، وبعدين ايه اول رقم متشابه؟ خلينا نشوف الارقام المشتركه ما بين الفور والايت. الفور المالتيبل عندها في المالتيبل 8، وهنا عنده في المالتيبل 8 الايت، هنا 16 وهنا 16، هنا 24 وهنا 24، هنا 32 وهنا 32. لما تدور على اللوست كومن مالتيبل هتختار انهي واحد فيهم؟ تختارش ال 24، تختارش ال 32. You're gonna choose 8, the first one, the lowest one. عشان كده في الشات اللوست كومن مالتيبل لل 4 وال 8 هو ال 8. ده احنا خدناه امبارح وعملنا عليه اكسرسايزز كتير. الفاكتورايزيشن، لو عايز اعمل فاكتور ل، خلينا نكتب ال 16 مثلا، نختار ال 16. سكستين مثلا و12، عايز اعمل الهايست كومن فاكتور، لازم اعمل فاكتورايزيشن اول. اعمل فاكتورايزيشن ازاي؟ 16 اول حاجه هكتب ال 1 والنمبر في الاخر 1 و16، لان 1 مالتيبل باي 16 جيف مي 16. بعدين اشوف ال 2، هل 16 divided by 2 give you a whole number? Yes. 16 divided by 2 is 8. أعمل 2 هنا وأكتب 8 هنا. بعدين 3 ما تنفعش. 16 divided by 3 هت give you some number plus reminder. So مش هتنفع. 4, yes. 4 و4. مش هكتب 4 بقى تاني، خلاص. هي مرة واحدة. 5, 16 ما تنفعش على 5. 16 over 5 is gonna equal to 3 plus point something. 6 مش تنفع. 8 yes، بس انا كاتبها هنا 8 مع 2. 9 خلاص خلصت. From 1 to 9 خلاص. ال 12 هعمل 1 و12، مش عايزك تتلخبطوا ما بين الفاكتورايزيشن والمالتيبلز، الاثنين مختلفين. 1 و12، بعدين بعد ال 1 1 and 12 so 2 6 3 4 مفيش هنا كده خلصت. في المالتيبل كنت باخد اول، يعني the lowest number the lowest common factor، هنا هاخد ال highest one. ايه ال highest common factor هنا؟ هو ال 1 1 مشتركين، 2 و2، 3 ما فيش 3 هنا، 4 و4، 6 بس ما فيش. ايه الهايست كومن فاكتور هنا؟ اهو هاخد اكبر واحد، اكبر واحد اللي هو الفور. اوكي، ده اللي احنا عملناه امبارح وحلينا عليه اكسرسايزز كتيره جدا وهنستخدمه النهارده. تمام، طيب نرجع بقى لدرس النهارده. حبيت اعمل ريفيجن سريعه كده على امبارح. النهارده هناخد more about prime number. حد عنده أي information about what is the meaning of prime number؟ Yeah. عايزين نفتح الكاميرا يا شباب عشان أعرف مين اللي قدامي. Please open your camera. Oh, we're gonna choose مهند عشان أول مرة يشارك معانا. يلا يا مهند. نايم نمبر هو الأرقام اللي ما ينفعش تتقسم غير على واحد ونفسها. برافو عليك. برايم نمبر ده النمبر divisible by only itself and 1 زي 7.
مستحيل هتلاقي two numbers multiply together give you seven except seven and one. مستحيل. زي ال زي nine، لا nine three multiplied by three give you nine، يبقى nine مش prime number. زي ال five، مين يقول لي بقى prime number؟ جنى، ممكن تقولي لي واحد من prime numbers؟ Five. Five. I said five. That's We five. said seven and five. Then five. 11. 11 ماشي صح، 11 صح. عبد الرحمن say it again. 13. 13 صح. شيماء 2. 2 2 ماشي. ياسين 7. سيفن ماشي، احنا قلنا بس مش مشكلة. مين كمان يجاوب معانا؟ انا في خمسة ستة تحت قافلين الكاميرا وانا مش عارف هم مين. سيف ممكن تجاوب معانا؟ اس اتش او 7 اند 1. 17 عائشة 3. 17 صح، برافو عليك. عائشة ممكن تفتح الكاميرا لو الموضوع متاح ليكي، احنا لازم يبقى في انتر اكتف، لازم السيشن تمام يبقى اكتف. سيف تمام وجودي وعبد الله وعمر. عمر انت امبارح وعدتني انت هتفتح الكاميرا النهارده، وعلي عشان اعرف بس اللي قدامي واعرف انادي عليه. ياسين عنده ظروف لان هو خارج المنزل. يلا يا عائشة قولي ويا ريت نغير اسمنا الصحيح لو سمحت عشان اعرف انادي على اسمك صح. عائشة 19. 19 صح، برافو عليك. 21 ينفع برايم نمبر؟ لا ما ينفعش برايم نمبر. انا محتاج اغير اسمك، احاول اغير اسمك من عندي رينيم. اسمك ايه؟ اليوزر نيم بتاعك ابراهيم، اسمك ايه؟ مريم. مريم، عشان بس انادي عليكي صح. يلا يا مريم جاوب. 23. 23 صح، برافو عليك. فالنهارده هناخد more details about the prime number، يعني هناخد حاجات كتيرة على ال prime number، ناخد تفاصيل أكتر على ال prime number. ال prime number any integer is bigger than one that is not prime can be written as a product of prime numbers like 84. يعني أي number more than one ومش prime number ممكن أعمل له factorization أو product from prime numbers. مش عايز أخد الأمثلة دي، أنا هديك example تاني. 6 ال 6 equal إيه؟ two multiplied by three, right? two the prime number with three prime number, صح؟ ال eight تقول لي four multiplied by two، بس ال four نفسها هي two multiplied by two multiplied by two، يبقى prime number prime number prime number. أي number عندك ممكن تكتبه as a product of prime numbers، حتى لو رقم كبير زي ال 48 اللي أنت شايفه ده. 48 هو like 4 multiplied by 21 صح؟ إيه سوري 84 اسف. 84 هو 4 multiplied by 21. ال 4 هي 2 multiplied by 2 صح؟ وال 21 هي 3 multiplied by 7. 2 2 3 7 all are prime numbers right؟ 2 2 4 7 كل دول prime numbers. فأي number عندك ممكن تكتبه as a product of prime numbers. 45 45 اللي هو 9 multiplied by 5، بس ال 9 ممكن نعمل لها simplification تبقى 3 multiplied by 3 multiplied by 5. فأي number عندك هنعمل له simplification as a product of prime numbers.
نعمل ده ازاي؟ زي ما انا عملت كده، دي اسمها فاكتور 3، دي اسمها فاكتور 3. تبدأ بالنمبر كده، يعني مثلا لو عايزين نعمل درو فاكتور 3 فور 120، 120 انا هعمل اهو 120، هنعمل تو برانشز كده. ايه اسهل حاجه ال 120 ايكوال تو 120؟ اسهل حاجه في الدنيا، اسهل حاجه في الدنيا 10 مالتيبل باي 12، صح؟ ابدأ بالسهل، ابدأ بالسهل 10 مالتيبل باي 12. طب ال 10 دي ممكن تعمل لها سمبليفيكيشن لايه؟ ل 5 و2، احنا عايزين نوصل للبرايم في الاخر، وال 12 هنعمل لها سمبليفيكيشن لايه؟ لل 3 وال 4. ال 4 لسه مش برايم نمبر، فال 4 هاخدها اهو زي ما هو عاملها الناحية دي، ال 4 هاخدها واعمل لها 2 مالتيبل باي 2، دي اسمها فاكتور 3. يبقى ال 10 في ال 120 في الاخر هت ايكوال ايه؟ 2 مالتيبل باي 2 مالتيبل باي 3، ما تنساش دي عشان دي معانا، مالتيبل باي 2 كمان مالتيبل باي 5. واحد يقول لي لا انا مش حابب الطريقه دي، انا عايز استخدم ال 2 ال 120، هستخدمها ال 120 هستخدمها كانها، او هسمبليفاي كانها 2 مالتيبل باي 60، مفيش مشكله، مفيش مشكلة 2 multiple by 60 it's okay، وال 60 هتعملها 2 multiple by 30، وال 30 5 multiple by 6، وال 6 هتعمل لها 2 multiple by 3. خلي بالك كل اللي لوحده هتاخده، يعني هتاخد ده كله ده هتكتبه والفرع الأخير ده، فالمالتيبليكيشن بتاعت ال 120 هي 2 multiple by 2 multiple by 2 multiple by 5 multiple by 3. اوكي نديكوا واحدة تعملوها، هديك واحدة تعملوها قبل ما نخش على الجزء اللي بعده، ناخد واحدة تعملوها. يلا أول سؤال أهو، copy and complete these factor trees. يلا 48 هو بيديك أول حاجة وأنت هتكمل، 100 أول حاجة وهتكمل، 100 108 مديك 254 وتكمل، هتحل وتحط لي في الشات. أوكي هنكتب الأنسر في الشات برايفت مسج، الانسر في الشات برايفت مسج للهوست ولا للكوست؟ استنى انا هبعت لكم مسج دلوقتي من واحد، من ده الهوست ولا الكوهوست؟ ده الكوهوست صح، انا بعت لكم سلام، تبعت لي هنا برايفت. يلا هديكوا 3 minutes، لو عرفنا نعمل الفاكتور 3 دي معلومة كويسة جدا وهتفيدك كويس قوي. Done. You did all of them يا شيماء؟ Oh, I thought only 48. No no do 48 100 and 108. يلا 3 minutes، 3 minutes from now 3 minutes. One more minutes، أنا عايز أدي كل وقت علشان كله يحل كل اكتب لي A واعمل لي factorization، B وحط لي factorization، C والfactorization في private message. برافو عليك، أنا هدي وقت للجميع. finish. One more minute.
I'm done. ايش احنا عايزين نعمل كله كله يا شباب، هنحل كل ال A و B و C. A B C اوكي. اوكي انا احلها عشان اللي ما عرفش يحلها، واللي عنده اي استفسار يقول لي. 6.9 اوكي. And the prime 6, 2, and 3. اوكي، فيرست وان، فيرست وان، خليني استخدم التكنولوجيا الجميلة دي ونروح نحلها بالتفصيل. استخدم دي كده. شايفين التكنولوجيا حلوة ازاي؟ يلا اديتنا سبيس نعرف نحل فيه. الايت الايت اللي جاوب، انا شايف معظم الاجابات ما شاء الله، اللي مش جاوب ما جاوبش او ما فهمهاش يعني تراي تو كاتش وذ مي. السكس الفاكتورز بتاعها 2 اند 3 اوكي، والايت 2 اند 4، بس الفور مش برايم نمبر، we have to change it to prime number، هتبقى 2 and 2. هاخد مين بقى عشان اكتب الفاينل انسر بتاعي؟ ما انساش اكتب الفاينل انسر. we have 2 over here، we have 2 و3 دول لوحدهم، بعدين عندي 2 هنا لوحدها، بعدين عندي 2 and 2. فالانسرز بتاعتي الفاينل انسر ال A 48 هتبقى equal 2 multiple by 2 multiple by 2 multiple by 3. مين حل دي صح؟ علي، عبد الرحمن، شيماء، ياسين؟ دكتور نعم يا ياسين. هي 48 تساوي 2 في 2 في 2 في 2، يعني 4 مرات ليست ب3. مستحيل مستحيل. اثنين، اعمل ميوت بس الصوت عندك ده. اثنين في اثنان في اثنان في اثنان دول هيبقى 4، ودول 4، 4 multiple by 4 16. لازم تبقى في 3 في الاخر. يلا 100، مين يجاوب ال 100؟ انا هختار حد جديد معانا. I'm gonna ask هو him. قصده 4، يعني 4 2 وثلاثة في الآخر، يعني صح.
صح يا سين، انا فهمت غلط. سوري انا فهمت غلط. لا مشكلة. هنا في 3 في الاخر، صح كده؟ لو في 3 كمان يبقى الانسر صح. مين يعمل لنا ال 100؟ بس عايزين جديد، عايزين ناس من النهارده اول يوم. عايشة، أنا مين قال انا؟ مين قال مهند انا؟ ماشي يا مهند، يلا جاهد، اتكل على الله. يلا ايه، قول لي. 10 و10 هيبقوا 2 5، الدنيا هتكون 2 5 و2 5 prime number، فتبقى 2 5 2 5 تانية. ماشي، برافو عليك. مين يعمل لنا ال 108؟ عايزين نشغل الناس اللي جت جديد النهارده. عبد الله، عرفنا بنفسك كده يا عبد الله، حاول تجاوب. مستر انا دي ما عرفتش احلها. ماشي يا عبد الله. هنختار عائشة. عائشة، السلام عليكم. ما لسه داخلة فما لحقتش أحلها يعني. طيب اتس اوكي، مفيش مشكلة. بتول، أنا افتكر جبتها صح بس. يلا وانا هساعدك. انا عارف انت داخلة متأخر يا بتول، انا هساعدك. انت، احنا ماشي. بنجيب ال 108 ده بنعمله سمبليفيكيشن للبرايم نمبر، فالتو هو برايم نمبر، ده مش هنعمل له حاجه، ده هنخليه زي ما هو 2. ال 45، سوري ال 54، جبت 2 و 27 what you said 2 and 27 227. okay 27 مش برايم نمبر. جبت 3 و 9. What you said؟ جبت 3 و 9. 3 و9، ال 9 مش برايم نمبر. جبت 3 و 3. برافو عليك، 3 and 3. يبقى الفاينل فاكتورايزيشن 108، ممكن تملهوني يا بتول؟ 108 equals 2 times ايوه. 27. نو 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 نو، ما بختارش اي برايم نمبر، ما بختارش اي حاجه غير البرايم نمبر. دول دول يبقى 3 times 3 times 3. 2 تايم 2 تايم 3 تايم 3 تايم 3. مين حل دي صح يا شباب؟ ما شاء الله، تمام ممتاز. نرجع لكتابنا حبيبنا ثاني. ممكن نحل example 2. draw a different factor 3 for each of the number in equation question 1، بس ما يكونش بادي ب 6 and 8 او 10 او 10 او 2 او 54. اختار different different way different beginning. يعني ال 48 ممكن تعملها 2 by 24 وتبدأ تكمل، ممكن تعملها 12 by 4، ممكن تعملها أي حاجة. يلا عايزين نانسر السكند كويشن برضه عشان يبقى الجزء ده عملناه كويس، بس ده هتعمله يعني ابعت لي الفاكتورايزيشن ده. مستر معلش، ممكن حضرتك تعيد بس التاسك اللي احنا المفروض نعمله تاني؟ التاسك اللي هي باليالو دي هتجاوب نفس السؤال ايه، بس ما تستخدمش 6 وال8 ولا 10 وال10 ولا 250، تختار different way different. different، زي ما احنا هنا عملنا ال 120 ب 12 و10 وعملناها ب 260. عايزين نعمل ال 48 ب 2 different ways. هو بديت واحده في المره اللي فاتت وتعمل واحده ثانيه. تمام. You got it؟ بس انا برضو مش يعني نعملها بديفرنت ازاي؟
ممكن تعملي الفاكتورايزيشن لل 16. تمام. قول لي عاملها ازاي ال 16؟ يا 28 صح؟ بعدين 24 بعدين 22 صح؟ بالظبط. دي طريقة. ممكن واحد تاني يقول لك لا انا هعملها 4 و4، ف 4 و4 هتبقى 22 و22، الانسر هيبقى واحد في النهاية، لكن ده طريق وده طريق تاني. You اوكي begin with the first with one way. هنا عايزك تبدأ نفس الحل بس ما تحطش 6 و4، 6 و8، تحط أي حاجة تانية. تمام. بس أي حاجة صح، مش أي حاجة وخلاص، أي حاجة صح. ايوه فاهم. اوكي انا بشوفه اللي معاه رقم الواتس من امبارح. يا اوكي لسه فاضل واحد. ماشي. انا I received from شيماء and عبد الرحمن. اوكي تقدر يعني اكتب ويت غير اللي انا كتبتها في الشات؟ different way، اعملها ب different way. اللي عايز يكتب في الشات يكتب في الشات، اللي عايز يعملها في ورقه ويصورها ويبعتها في الشات اتس اوكي. Oh, I'm done. اوكي Mister, I sent it on the WhatsApp. اوكي واتساب خلينا نشوف. One minute, just I'm really done. أنا ما بعتش الطريق كامل اللي نهايته زي هي، بس بعت اللي هو أول اتنين. أوكي اوكي الانسر في النهايه طلع واحد صح، بس الطريق اه مختلف، بعد ما كملت بس الطريق مختلف. ماشي. طيب خلينا نكمل. عايزين نعمل حاجه بقى. احنا لو عملنا فاكتورايزيشن لل 16 مثلا وطلعت 2 2 2 2، ممكن تتكتب 2 to the power 4. في مشكله في كده؟ لا اوكي طيب عايزين ناخد حاجة هنا. شايفين ال 120 اللي احنا كنا بنحلها من شوية؟ كانت 2 2 2 وبعدين 5 و3، فبدل ما اقعد اكتب 2 2 2 ممكن اكتب 2 to the power 3 ثلاث مرات يعني، and 3 and 5. ال smaller number 3 ده next لل 2 ده بيسموه الاندكس، فالاندكس بتاع 2 3 تايم يعني متكررة 3 تايمز 3 تايمز. check these are correct، check that these are correct. يلا خلينا نتأكد ده صح ولا غلط، فلازم نحلها ونتشيك ده مظبوط ولا مش مظبوط. يلا هديكوا 2 minutes. ما شاء الله احنا الحصة بتاعتنا زي ما احنا متعودين حصة
انتراكتيف، يعني هنجاوب مع بعض. يلا عايزين نعمل ال 60 ونتأكد ان هي الفاكتوريزيشن بتاعها صحيح ولا لا. هنعمل ايه تاني اصلا؟ شايف اللي قدامك دول؟ عايزين نتأكد ان ده صح ولا غلط. احنا مش عارفين ده صح ولا غلط. هم مديك الفاكتوريزيشن بس we need to know if this is right or wrong. ويزن هنا؟ يزن موجود؟ مش موجود. يعني احنا هنكتب it's right or wrong. حلها الأول وتأكد إن هي صح ولا غلط. لازم تحلها الأول عشان تتأكد إن هي صح ولا غلط. اوكي turn down I sent it on the WhatsApp chat. Did you send it? Finished. Okay, give me 1 minute. I got the answer. هكتبها في اوكي الواتس. ابعتها في الشات، شات او ابعتها على الواتس. أيوة. اوكي خلينا نشوف 60 نعملها بسرعة كده. 60 انا اختار 230 و30 هتبقى 5 و6 و6 هتبقى 2 3 يبقى 2 multiple to the power 2 و3 و5 مظبوطة. ممكن تختار انت طريق تاني براحتك. You can choose any way. 75 is gonna be 2 no 3 and 25. 25 اللي هي 5 and 5 برضه مظبوط. هو عايزك Okay, تتأكد. but Yes. 60, that's 2 by 2, 4. أنهي واحدة؟ 60. وهو ما فيش 4 هنا. ما احنا مش عايزين الفور. ما هي تو Okay, but it's 2 by 2. ما هي اهي موجودة. ما دي تو توايس. تاني يا شباب. تاني. No, no. This is chemistry. ال 60 عملنا لها فاكتورايزيشن 230 وال 30 عملنا لها 2 و15 وال 15 3 and 5 هتبقى 60 equal 2 multiple by 2 multiple by 3 multiple by 5 صح؟ 2 multiple by 2 2 multiple by 2 هي 2 to the power 2 multiple by 3 multiple by 5 فهمتها؟ تمام. طيب نرجع للكتاب. شو المفروض اللي هما مادام كاتبين 2 باور 2 اللي احنا نفك الباور الاول؟
او دي 2 باور 2 فاللي احنا بنكون حاسبينها اللي هي 4. لا 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 لا، هو هنا في الفاكتورايزيشن، بدل ما بتقعد تكتب 2 2 2 2، ممكن تعملها النمبر والاندكس بتاعه، ما نفكهاش يعني، دي هنسيبها زي ما هي، بس انت عارف ان دي 2 مالتيبل باي 2 مالتيبل باي 2، يعني هي برايم نمبر بس متكرر 3 مرات. دي طريقة بس لترتيب الحل، بس مش بتأثر في الحل. مستر يعني I will not write the power as 4, I will just write it as it is but just 2 times 2 instead of 2 power 2. Yeah, this is the same. 2 times 2 or 2 to the power 2. And this can be very helpful if you have a big number and you have like 2 multiple by 2, multiple by 2, multiple by 2, multiple by 2. It's very easy to write down 2 multiple 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiple by 6, 2 to the power 6. It's better. So this way is to organize your answer. دي طريقة علشان ترتب الحل بتاعك فقط يعني. Lowest common factor. For the lowest common factor, take the larger frequency of each prime factor and multiply them all together. Take the larger frequency of each prime factor and multiply them together. يعني أنا لو عايز أجيب the lowest common factor لل60 وال75، ممكن نجيبها؟ ما تبصوش في الحل هنا. ممكن تجيب ال lowest common factor لل 60، lowest common factor لل 60 وال 75. سوري، lowest common multiple. lowest common multiple I said lowest common factor. ممكن تجيب لي lowest common multiple لل 60 وال 75 I got it. اوكي اكتبها في الشات. اوكي It's right or wrong. اوكي هقول لك انا صح ولا غلط، عشان فيها تريك هنا. عشان تجيب ال lowest common multiple، lowest common multiple لل 60 وال 75، اول حاجه هتختار the large، take the larger frequency of each prime factor. larger frequency of each prime factor هنعمل ازاي؟ خلينا نشيل ده. ال 60 هنا في 3 وال 75 فيها 3 في البرايم نمبر، هحط 3 هنا. بعدين هنا في 2، في 2 في 5 وفي 5 to the power 2، هاخد 5 to the power 2. وبعدين في 2 to the power 2، هاخد 2 to the power 2، يعني هاخدهم كلهم، بس المتكرر هاخد الأكبر. يعني لو عندي 5 و5 to the power 2 هاخد 5 to the power 2، لو عندي 2 و2 to the power 2 هاخد 2 to the power 2، بعدين أعمل multiplication ليهم كلهم مع بعض، هيديني ال lowest common multiple.
في الـ highest common factor take the smaller frequency of each prime factor that occurs in both numbers. يعني مين متكرر هنا وهنا؟ اللي متكرر هنا 3 و3 هحط 3، واللي متكرر هنا 5 و5 to the power 2 هاخد صغيرة، هاخد 5 بس مش 5 to the power 2، هتبقى 15. أنا عارف إن هي جديدة، هنعمل عليها exercises كتيرة دلوقتي، هنعمل عليها exercises كتير. يبقى في اللوست كومن مالتيبل لو عندي تو نمبرز زي كده واعمل لهم برايم فاكتورايزيشن، يو gonna تشوز اول ذا نمبر، تحط ال 2 وال 3 وال 5، وكمان لو 2 تو ذا باور 2 هتحطها، لو ال 5 تو ذا باور 2 هتحط الاكبر. في الهايست كومن فاكتور هتختار المتكرر بس بين الاثنين، شوف الريبيتد هنا وهنا، هو ال 3 وال 5، ال 2 ده مش مكرر عشان كده ما حطوهوش هنا، وهتختار السمولست وان، يعني مش هتحط 5 تو ذا باور 2 هتحط 5 بس. خلينا نشوف اكزامبل ليه، هنعمل لها اكزامبل تاني دلوقتي. يلا نعمل دي، write each number as a product of prime. يبقى تعمل برايم لده وبرايم لده، ده اولا تمام، وبعدين to find the lowest common factor and find the highest common factor. يلا هديكوا 5 minutes. يبقى أول حاجة تعمل البرايم، إحنا عارفين نعمل البرايم إزاي. بعدين نختار الطريقة اللي لسه قايلها دلوقتي، تجيب ال lowest common factor وال highest common factor، مش مشكلة تلخبط، حلها غلط وأنا هصححها. يبقى الجزء الأول أنت عارفه. الجزء الثاني عايز أشوف أنتوا فهمتوا بعد ما أعمل الفاكتورايزيشن، يعني هتعمل لي حاجة زي كده. 45 وتكتب لي equal A، 75 equal A بالباور طبعا، يعني لو عندك 2 to the power 2 3 to the power 3 هيبقى في حاجات بالباور كده، وبعدين نشوف مين اللي هنجمعهم مع بعض نجيب ال lowest common factor multiple ومين ال highest common factor. 5 minutes من دلوقتي. هو ينفع أسأل سؤال؟ Yeah. في الـ least common multiple، هو لو متكرر تاخد Yeah, I got أكبر it. من الأصغر؟ في الـ least common multiple اه لو متكرر هاخد ده الأكبر، يعني لو في 5 و5 to the power 2 هاخد 5 to the power 2. تمام، ماشي، شكرا. شكرا. لسه قدامنا 3 دقايق، لازم ندي كل وقت. اللي خلص يبعت لي على الشات وأنا هشوف. I got it، خلاص. خلصت ابعت لي على الشات. أرسلت في الشات. Okay, 2 minutes. بس هو اللي هو سكوبين فاكتور اللي طلعته غلط، بس هعمله تاني. ماشي ماشي، it's okay, take your time.
One more minute. مستر، انا لما كنت عملت 6A، بس بعدها عملت بدل ما اعمل 6B عملت 7B. ف اعمل هي 6B تاني من الاول، بس انا مش عارف هيبقى في وقت ولا لا. اعملها مش مشكلة، اعملها طيب في وقت، في وقت ان شاء الله. اوكي I got it. اوكي عشان دكتور send it in the messenger. اوكي. اوكي يا شباب، خليني احلها لكم، عشان انا شايف ناس حلها صح وفي ناس حلها غلط للاسف. فخلينا احلها ونشوف. الحل الصح، حل صح ازاي، ولا حل الغلط حل ازاي. اوكي خلينا اعملها هنا، خلينا ناخد دي 45 و 75 صح. Forty-five or 75. Okay, في الـ 45 ممكن نعملها ب يعني 5 multiple by 9، دي أسهل طريقة، و9 هتبقى 3 multiple by 3. فالـ 45 هنا هتكون 5 و3 to the power 2. 75 3 multiple by 25، و25 هي 5 multiple by 5، فدي هتبقى 3 multiple by 5 to the power 2. تمام، دي 75. دلوقتي عايزين نشوف ال lowest common multiple وال highest common factor. lowest common multiple قلنا هناخد كل حاجة، يعني هناخد 3 وال5، كل المتكرر هنا 3 و5، بس ال5 هاخدها to the power 2 عشان دي أكبر واحدة، وال3 هاخدها to the power 2. يعني اللي هم إيه؟ اللي هم 25 multiple by 9، 25 multiple by 9 اللي هي 225. مين عمل دي صح؟ تمام، برافو عليك. الـ highest common factor هعمل 3، هاخد 3 و5 بدون ما احط بقى الباور ده، هاخد الاقل حاجه هتبقى 15. انا اللي حل ده صح قدامي شيماء، حل ده صح عبد الرحمن، عبد الرحمن حل ده صح كمان، وخلينا اشوف بس اللي حل صح. مريم محتاجه تراجعيهم تاني، عائشه حلتهم صح، عائشة حلتهم صح، مين كمان؟ مين بعد تاني يا شباب؟ نشوف على ال... خلينا نثبت مكان واحد نبعت فيه. جنى، جنى حلتهم صح ما شاء الله، كويس جدا. علي انت حلتهم صح ولا انت عملت سؤال تاني غيره؟
انا لا عملت سؤال تاني غيره، كنت عملت 7 بس اصلا كنت فاهم ان احنا بنعملها بطريقة تانية. ف It's okay، مش مشكلة مش مشكلة. خلينا كده احنا خلصنا الكلاس ده او السيشن ده، بس خلينا او الليسن الاول، بس انا هعمل الاخير. خلينا نشوف match each number to the product of prime number one has been done for you. يعني ال 20 هي ال 20 هي ال 2 وال 10 وال 10 اللي هي ال 2 وال 5، يعني دي 2 to the power 2 multiple by 5، مش كده هو عملها لك اهو. احنا عايزين نماتش بقى ال 24، انهي واحده في دول هتوصلها كده ولا هتوصلها كده ولا هتوصلها كده؟ هنشوف مين اللي اصح. يلا انا هسهل لكم الدنيا، هعمل لكم حاجه عشان تبعتوا لي في الشات سهل، هعمل لكم كل واحد داتابيز. هيحل الواحد وهيبعت في الشات، ولا كل واحد هيكون في ليه دور يلعب فيه يبعت فيه؟ لا حلو، وابعته في الشات احسن. يعني ده A B C D وده 1 2 3 4، تقول لي ال A مع ال 2 ال B مع ال 3 كده يعني. تمام، عشان أسهل، عشان أسهل لكم الدنيا. اوكي تمام. يلا خلينا نسأل 24. يلا يا علي 24، which one is matching with 24؟ 24 is sorry 24 is a oh my god okay A is with 4. 24 is 2 to the power of 3 times 3. اوكي برافو عليك. عبد الرحمن 42 1 2 by 3 by 7 2 by 3 by 7 صح. عائشة مريم، سوري انا ماشي بالدور بس، مريم ال 50 50 سي مع ال سي مع ال مع ال 3 انهي واحدة؟ دول فيه. مع ال 3 برافو عليك. جودي180 اها 2 باي 2 باي 3 باي 7 2 باي 3 2 انهي باي واحد؟ 2 باي 2 to the power 2 by 3 to the power 2 by 5 يعني هنا ده آخر كلام؟ mm. ماشي برافو عليكم. احنا كده خلصنا، we did this one we did this one we did this one we did this one. write down the number that is being represented. ده ال opposite way، العكس، مديك ال factorization في ال prime numbers وطالب منك تكتب ال number. يلا عايز الرقم بس، يعني تقول لي ده هيديك رقم كام في الآخر، ده الرقم بتاعه ايه؟
بصير هو دوري انت. خلينا نسأل في دول عشان ما نضيعش وقت. يلا يا عمر، نبدأ بعمر. الرقم تمام. ده كام يا عمر؟ ثانية واحدة. 50 60 60 60 60 صح، برافو عليك. مهند، ممكن تقول لي الرقم ده هيطلع كام؟ 54 مهند 54، برافو دي عليك، 54 شكرا يا مهند. عائشة، 63 what you said 363 363، برافو عليك 363. اللي بعده عبد الرحمن محمد، اسمك ايه؟ عبد الرحمن، اكونت عبد الرحمن محمد. لا لا، مش جودي، مش جودي. جودي. أنا جودي. انت داخله بتو اكونت عبد الرحمن محمد. في اكونت قدامي اسمه عبد الرحمن محمد، هبعت له رساله دلوقتي اقول له السلام عليكم. ممكن تبصوا للرسائل يا شباب، انا عبد الرحمن محمد واسمه عبد الرحمن محمد، انا بعت له رساله. كان انا يسرت ويت 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 ويت، عبد الرحمن محمد، انا جودي داخلة بتو اكاونت. اوكي ماشي يا جودي، ماشي يا جودي، خلاص. بتول، ممكن تحل لنا 2 to the power 3 multiple by 7 to the power 2؟ يلا يا بتول، احنا ننتظر بتول تجاوب. بتول، بتول مش معانا. سيف يا سيف، السلام عليكم. السلام عليكم، يلا جاوب يا سيف. two bar three multiply two bar four دي two bar three multiply seven bar two first one is eight multiply أنا forty nine مستني. أيوة one second اللي عارف ممكن يكتب في الشات برايفت يا شباب، ممكن يكتب في الشات. I sent all the answers in the Okay, I sent it private in I ما said شاء it. الله، ما شاء الله، ما شاء الله، برافو عليكم. 392 392 صح. آخر واحد بقى 5 to the power 2 multiple by 13. هدي السؤال ده بتقول، انت لسه معانا؟ بتقول do 2 power of 3 times 7 بتقول مش موجودة. اوكي علي، ممكن تجاوب؟ انا عندي تو علي، علي اللي قافل الكاميرا، ممكن تجاوب؟ خلاص جاوب يا علي انت. Oh, 100. Can I answer it? جاوب عبد الرحمن. 125. 100. No, 425. ثواني، 325.
325 مش 125. ايه اوكي كده انت قلت الوصف والهندي بس تمام. make it like this Yeah. 692 is supposed to be 4D. This is 4D. Yeah. صحيح. أنا عشان كده أنا مستغرب، أنا قاعد أشوف في حاجة غريبة. دي 392. مين يعمل Didn't ال answer. E 144. Yeah 144، برافو عليكم. طيب 5 write each number as a product of prime، خلاص احنا عملنا 50 واحدة خلاص. و6 حليناها. ممكن نعمل 7. يلا اديكم 5 minutes. و8 زي 7، خلاص هنعمل 7 وناخد الباور والروتس بعدها. يلا 5 minutes. اوكي اللي عايز يروح يصلي يروح، اتفضل. حد بيقول لي ماشي يا شيماء. انضم أنا خلصت. اوكي. استنى تيوم أسنتد. اوكي اي ريسيف. ماشي Just a second, nearly. اوكي تيك يور تايم مريم. عايزين بقى بعد ما عملت فاكتورايزيشن عايزين ال It's correct. Let's see. يا جمعيهم بقى وقولي لي ايوه انا بعمل كده دلوقتي. مستر سوري اي واز ماي انترنت واز نوت جود. ويتش وان شود وي سولف بليز؟ We are solving number 7. اوكي is my answer is correct. Yes. برافو عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله. طالما انت فاضي كده عبد الرحمن اعمل 8.
يلا يا اوكي شباب 1 minute more for 7. اللي خلص 7 وعنده وقت ممكن يعمل 8 اوبشنال يعني. مستر you I'm need the trying to do capitalization number or not 7. Send it. We have to make it capitalization first or... خلينا نفينش 7 دلوقتي for 8. يا لازم تعمل فاكتورايزيشن وبعدين انت تعمل الليست كومن مالتيبل والهايست كومن فاكتور. زي اللي قبلهم يعني. يس And then I'm just gonna send it in the chat. برافو عليك يا عائشة، إجابتك صح. مريم إحنا مش بنضرب كله. We're not gonna multiply all numbers. لازم نعمل الطريقة اللي اتعودنا عليها ونختار الـ common المشترك في حالة الـ lost الـ highest common factor والصغير فيهم، وفي الـ lowest common multiple بنختار كله بس بنختار الأكبر number. One second, but 37 and 47 are prime numbers. We can make it factorization. Mister, I sent it on the WhatsApp. عمر برافو عليك يا عمر صح. ممكن تعمل اخر واحده اللي عنده وقت يعمل اخر واحده 8. One second. But I can't make it factorization because 37 and 47 are prime numbers. خلاص سيبهم زي ما هم، اعمل 1 والنمبر. ده سؤال تريكي، ده سؤال تريكي. جنى برافو عليك يا جنى، إجابة صح. عندك 37 الفاكتورايزيشن بتاعها 1 و37، وعندك ال 47 1 و47. ده سؤال تريكي لانه دي برايم نمبر، مش هتعمل لها اي حاجه. فلما تيجي تجيب الهايست كومن فاكتور انت بتاخد ايه؟ المقرر بس. مين المتكرر بالاثنين؟ ال 1. فالهايست كومن فاكتور اللي دول هو ال 1. اللوست كومن مالتيبل هتاخد ال 1 وال 37 وال 47 كله، تعمل لهم مالتيبليكيشن بقى. ده السؤال 8 عشان عارف ان هو تريكي شويه. وانا اصلا كنت خلصته. اوكي انا خلصته. ماشي ابعتولي. اوكي بس بعت لحضرتك نمبر 8 بعت لي 8 على ال وصل واتساب. وصل عبد الرحمن وصل ما شاء الله. خلاص احنا كده عرفنا النهارده، عشان بس نراجع ده قبل ما ناخد الباور. عرفنا النهارده ازاي يبقى عندي برايم نمبر، ايه الديفينيشن اوف برايم نمبر. عرفنا ازاي نعمل فاكتور 3 وعملنا كذا واحده، ازاي نعمل الاندكس في الفاكتور 3، ازاي ما نقعدش نكتب 2 2 2 2 نعملها على هيئه الاندكس، وكمان عملنا الهايست كومن فاكتور والهايست كومن واللوست كومن مالتيبل بالطريقه بتاعت التري اللي احنا اتعودنا عليها. هنا انا هديك الهوم ورك، بس هشرح ده وهديك الهوم ورك. باورز والروتس دي حاجه سهله جدا وخدتوها مليون مره. نمبر مالتيبل باي اتسيلف سيفرال تايمز از كولد باور. لو عندك اي نمبر اوكي مالتيبل باي اتسيلف سيفرال تايم ده هيديك الباور. زي مثلا 2 مالتيبل باي 2 مالتيبل باي 2 مالتيبل باي 2، بدل ما تقعد تكتب 2 مالتيبل باي 2 100 مره تعملها 2 مالتيبل اللي هم 3 2 تو ذا باور 3، ده بيسموه الباور. اوكي فور اكزامبل 5 تو ذا باور 2 هي 5 مالتيبل باي 5 اللي هي 25. 5 مالتيبل باي 3 هي 5 مالتيبل باي 5 مالتيبل 5 125. لما تمالتيبل توجذر يعني مرتين بس مع بعض توايس بيسموه سكويرد، ثلاث مرات بيسموه كيوب.
من بعد الثلاثة بقى بتقول power, power 4, power 5, power 6 and so on. square root عكس الباور على طول, opposite للباور. يعني انت عندك 5 multiple by 5 give you 25, دي 5 to the power 2 give you 25, فالسكوير روت بتاع 25 equal square root ل 5 to the power 2, السكوير روت بيطير ال 2 على طول, فالانسر هتبقى 5. فالسكوير روت هو الاوبوزيت للباور, بس الباور 2 اللي هو السكوير باور. So the square root of 25 is 5. ممكن تكتبها على الهيئة دي. طيب 5 to the power 3 ما ينفعش اجيب لها square root, اجيب لها cube root. cube root بتعمل علامة الباور كده وتحط فيها 3, ده بيسموه cube root. cube root. بس خلي بالك ال 5, خلينا نعمل حاجة هنا, ده خلينا نعمل على 3, 3 to the power 2 equal 9, ده الباور, وده ده بيسموه البيز, الرقم يعني البيز, ده اسمه سكوير روت. لو سكوير روت لل 9, ال 9 هي 3 to the power 2 صح؟ والسكوير روت ده الاوبوزيت للباور, باور 2 يعني. ف 3 to the power 2 هتشيل انت السيمبل بتاع الباور بتاع سوري السكوير روت مع ال 2, كانسل ايتش اذر, زي بالظبط بتضرب هاف مالتيبل باي 2 مش بيكوال 1, ال 2 بتكنسل مع ال 2, هنا بنعمل زي نفس الفكره ايكوال 2 3. فالسكوير روت هو عكس الباور. طب لو عندي حاجه 125, 125 هي 5 multiple by 5 multiple by 5, يعني 5 to the power 3. ينفع اجيب سكوير روت ل 5 to the power 3؟ لا, لازم تبقى كيوب روت. لما احط 3 هنا دي هتبقى كيوب روت. فالكيوب روت بتاعت 5 to the power 3 هتبقى 5. اوكي؟ طيب هل السكوير روت لل 4, سكوير روت ال 4 اللي هي كام يا شباب؟ حد عارف؟ 2 اللي هي 2, هل 2 بس هي السكوير روت لل 4؟ لا, دي 2 والنيجاتيف 2. ازاي؟ ما انا لو خدت نيجاتيف 2 ومالتيبل باي نيجاتيف 2 هتديني 4 او نيجاتيف 2 تو ذا باور 2, هي ال 4. فالسكوير روت بتاع ال 16 هتبقى 4 ونيجاتيف 4, السكوير روت بتاع ال 9 هو 3 ونيجاتيف 3. طب هل ينفع اي تو نمبرز في الدنيا شبه بعض اضربهم يدوني مثلا نيجاتيف 25؟ لا, مفيش سكوير روت للنيجاتيف نمبر, مفيش سكوير روت للنيجاتيف نمبر, مفيش اي تو نمبرز في الدنيا تضربهم شبه بعض, تضربهم في بعض يديك نيجاتيف. ال 5 مالتيبل باي 5 هيديك 25, نيجاتيف 25 مالتيبل باي نيجاتيف 25 هيديك بوزيتيف 25 برضه. ما تجيش تقول لي5 مع نيجاتيف 5, ما هو كده مش شبه بعض. 5 مع نيجاتيف 5 مش شبه بعض, كده انت طلعت بره الموضوع خالص. فما فيش باور لل, ما فيش باور للنيجاتيف. تمام؟ عندي سؤال بس. دلوقتي ينفع الاندكس او الاكسبوننتس تبقى نيجاتيف؟ يبقى يعني ينفع تبقى عندك مثلا يعني 4 to the power of negative 2. ينفع طبعا الباور ينفع يبقى نيجاتيف. عارف 3 to the power negative 2 يعني ايه؟ هي 1 over 3 to the power 2 لو نزلتها تحت الباور, اللي هي 1 over 9 ينفع, لكن ما ينفعش اجيب سكوير روت للنيجاتيف 9. تمام. خلينا نرجع بقى ماشي, احنا عملنا ده سكوير روت لل 13. try to memorize these 5 cube and their corresponding cube roots.
في بعض الكيوب روتس المفروض تبقى حافظها. الوان الكيوب روت لل الوان الكيوب روت بتاع 1 والسكوير روت بتاع 1. ال 8 هو الكيوب روت لل 2، يعني الكيوب روت لل 8 هو 2. الكيوب روت 27 هو 3. الكيوب روت لل 64 هو ال 4. الكيوب روت ال 125 هو ال 5. يبقى انت لو عايز ما تلخبطش بينهم، لو مش عايز تتلخبط بينهم خالص، ممكن تجيب ورقة زي كده، زي اللي كنت عاملها من شوية، زي دي كده، وتعمل خط كده، تكتب سكوير روت وكيوب روت. سهلين يعني. الفور سكوير روت للفور هو التو، سكوير روت للناين هو الثري، سكوير روت للسكستين هي الفور، سكوير روت للتوني فايف هي الفايف، سكوير روت للثيرتي 6 هي 6، سكوير روت لل 49 هي 7، سكوير روت لل 64 هي ال 8، سكوير روت لل 81 هي ال 9، سكوير روت لل 100 هو ال 10. خلي دول في ذهنك علشان لو في مسألة ما تقعدش تتلخبط بقى وتفكر تمام. الكيوب روت، ثانية واحدة بس عشان بدأني. اوكي عملتها. طيب ثواني. الكيوب روت لل 8 هو 2، الكيوب روت لل 27 هو 3، الكيوب روت سوري4 مالتيبل باي 4 64 هو 4، الكيوب روت ال 125 هو ال 5، الكيوب روت يعني 5 مالتبل باي 5 مالتبل باي 5 125، الكيوب روت لل 216 هو 6، الكيوب روت كفاية كده يعني 343. خلينا نكملهم لل 10 وخلاص. وال 10 الكيوب روت ل 512 هو ال 8، يعني 8 مالتبل باي 8 مالتبل باي 8 512. الكيوب روت لل 729 هو 9، الكيوب روت لل 1000 مين النمبر اللي هضربه بعده 3 تايمز يديني 1000؟ 10. هو 10. يعني خلي دول مش عايز تحفظهم كلهم، لكن يعني خلي جدول معاك ممكن تحتاجه. تمام اوكي كده. انا خلينا نرجع للكلاس اللي احنا كنا او السيشن اللي كنا بنقوله دلوقتي كده. انا خلصت اليونت دي كلها، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحل مع بعض شويه هنا. find the value في each power، ده شغل اطفال بقى. 3 to the power 2 يلا بسرعه، مين يجاوب معايا؟ 9 3 to the power 27 27. 3 to the power 4 81. 3 to the power 5 243. Find the value of each power. خلاص ده سهل، ده سهل. ده 100 1000 10000 صح؟ 10 to the power 6 is 1 million and 10 to the power 9 is 1 billion. Write down these two numbers in full. يعني ال 1 million هي 1 وفي 6 zeros
وال 1 بليون هي 1 وفي كم زيرو؟ 9 9. zeros. In each pair, which of the two numbers is largest? 3 to the power 5 or 5 to the power 3? هتعمل لها solve وتشوف مين فيهم الأكبر. 3 to the power 5 ولا 5 to the power 3؟ 3 to the power 5 to the power 3 is 125. 3 3 to to the the power 2 هتبقى 243، هتبقى ال 3 وال 5 أكبر من yes يبقى ده الأكبر صح؟ وتعمل الباقيين بقى. n to the power 3 is 27. What is the value of n? n to the power 3 is 27. فاكر الجدول قلت لك هتحفظه هيساعدك؟ اوكي اتس 3 3 تبقى 3 صح؟ 6 to the power m is 1296. هتعملها بقى دي، محتاج تقعد تعملها كذا مرة. شوف 6 to the power اوكي Can I answer? Yeah, go ahead. 6 to the power of 4. 4 صح، برافو عليك. لأن 6 multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by 6 هتديك النمبر ده. Okay. Can you find two different integers A and B so that A to the power B equal B to the power A؟ يعني 3 to the power 5 هي ال 5 to the power 3. ممكن تلاقي أي two numbers يحققوا ال equation دي؟ فكر كده، فكر فكر. تاني بس 2 باور 2 2 باور 2 2 باور 2. 2 باور 4 باور 2 ايوه برافو عليك، هما دول الوحيدين 2 to the power 4 و 4 to the power 2. عارف 2 to the power 4 بكام؟ 16 صح؟ the power of 4 16 و 4 to the power 2 ب 16. And 4 times 4 ب 16 و 2 times 2 ثانية 2 times 2 times 2 times 2 برضه ب 16 برافو عليك. طيب write down two square roots for each of these numbers. 9 ال square roots بتاعه اللي هم كام؟ نيجاتيف 3 و 3، مش احنا اتفقنا هناخد الاثنين؟ 36. عبد الله ممكن تجاوب لي 36؟ ايه ال two square roots بتوع 36؟ 6 و نيجاتيف 6 6 ونيجاتيف 6، برافو عليك. 81 بتول، ممكن انا عايز انا ما عرفتش اعملها. 81 81 هي ال 9 والنيجاتيف 9 صح؟ 16 96 196. ايه يا شيماء؟ 14 and negative 14 negative 14 و 14. 225 جنى. One minute. Two squares for each numbers. A two numbers اللي بنعملهم multiplication together يدوني 25. 15. برافو عليك. 400. 20 ونيجاتيف 20. 20 ونيجاتيف 20. تمام. تمام. End of the unit exam. ده الهوم ورك بتاعكم. هناخد دي كده نعمل لها. How do you know if the answers are correct? مستر ينفع اديزنك الرقم بتاع الواتساب؟ حاضر. عبد الرحمن ممكن تكتب رقمي في ال في الشات ولا مش هتعرف؟ اوكي. بس اعمل بلس 1 في الأول. أنا حاطط لكم الواجب أهو في الشات أهو، دقيقة وهيبقى موجود معاك. وصل عشان تسيبوه عندكم. أوكي وصل. وصل هم؟ نعم وصل. تمام كده احنا خلصنا ما شاء الله الحمد لله اليونت الأول كله، وحلينا معظم الأسئلة. أنا سبت شوية دول
يعني لو عايزين تحلوهم وتبعتوهم اتس اوكي، دول اوبشنال، اللي عايز يحل دول اوبشنال، ده اوبشنال اهو. دكتور، من فضلك هل ستنشر هذه المحاضرة اليوم؟ ان شاء الله ان شاء الله لأنني حملها أريد أن أشاهد ما فاتني. ان شاء الله. إن شاء الله. طيب تمام، احنا كده خلصنا شابتر 1. ان شاء الله الحصه الجايه يوم السبت، الحصه هتبقى سبت بقى، كل سبت هناخد ساعتين، يوم السبت الساعه 4 بتوقيت القاهره، يوم السبت الساعه 4 بتوقيت القاهره، كل سبت السلام عليكم دكتور، أنا اتفضل. آسف على التأخير اللي صار عندي، لأن كان عندي بطولة سباحة وما توقعت إنه تأخر لهالدرجة. ما فيش مشكلة، المهم كسبت ولا خسرت؟ للأسف طلعت الترتيب الخامس بسباق 200 متر حرة مش الأخير، مشكلة، يعني إن شاء الله المرة القادمة تطلع الأول إن شاء الله. إن شاء الله. ماشي يا شباب.